السلام عليكم أعزائي الطلاب، أهلا بكم. معكم دكتور محمود محمد سيد عبد الله، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد، كلية التربية جامعة أسيوط. يسعدني إن أنا يعني المحاضرة الأولى دي أونلاين عن Introduction to Applied Linguistics. الكورس بتاعنا اللي هو Applied Linguistics، وده الحقيقة قريب جدا من طرق التدريس اللي انتوا أخدتوها وبتاخدوها. يعني احنا هنا في القسم ده مش موجود في الكتاب الحقيقة، لان القسم الموجود في الكتاب او المقدمة يعني مش عجبتني قوي، فانا قررت ان انا ايه ان انا استعين بانسايكلوبيديا معينة او روتليج انسايكلوبيديا فور لانجويج تيتشنج، ودي الحقيقة بتقدم اكاونت حلو جدا من ناحية التاريخية عن تطور مجال الابلاي لينجويستكس. وهنا في انترودكشن وبعديها بيتناول البيريد اللي هي كان فيها كده يعني نوع من الايه نوع من ال ان مثلا المجال ما كانش مستقر، فترة من عدم الاستقرار، وبعد كده بيتناول الممارسات الحديثة والمفهوم الحديث للابلايد لينجويستكس، وبعد كده بيقدم لي التطور التاريخي بتاعه، وبعد كده بيقدم لي كونكلوجن في النهاية. المهم ان احنا نشوف الاقسام دي مع بعض. في البداية حابب اوضح لكم ان في اللغة عندنا يعني نوعين اساسيين من اللينجويستكس، يا اما تبقى ثيوريتيكال لينجويستكس يا اما تبقى ابلايد لينجويستكس. الثيوريتيكال لينجويستكس الحقيقة يا جماعة بتشمل الفونولوجي والفونيتكس والجراما والمورفولوجي والحاجات دهيت اللي هي موجودة في النواحي النظرية من اللينجويستكس، انما النواحي الابلايد بتشمل حاجات تطبيقية في استخدام اللغة زي تعليم اللغة والفانكشنال جرامر مثلا لانجويج يوس، وتشمل ترانسليشن كمان وحاجات ايه حاجات تطبيقية فيها استخدام حقيقي للغة. الحقيقة نتعرف اكتر على مجال الابلايد لينجويستكس، لان صعوبته هنا ان هو لما ظهر كان بيعني حاجة وتطور بدأ يعني حاجات مختلفة أو يشير إلى حاجات مختلفة، وفي الفترة الحديثة بنستخدمه عشان نشير إلى معاني أخرى. يعني هو المعنى بتاعه أي نعم ظهر في الأربعينات، لكن تطور هذا المعنى من المعنى structural اللي هو البنائي إلى وجاء نعومة شومسكي طبعا وأثر في المجال، وبعد كده جاء في المدرسة البريطانية والمدرسة الأمريكية، وهنشوف طبعا القصة دهي. المهم ان هنا في البداية بيقول لي ان في الانترودكشن The role of applied linguistics as a source discipline for language teaching is not the one or not one that is easy to define. يعني بيقول ان دور الابلايد لينجويستيك كمجال مصدري، يعني بيقول source discipline. discipline هنا طبعا discipline له معاني كتيرة، في معنى التدريب والتهذيب وحاجات كتيرة والنظام وكده، لكن discipline هنا لان هي لها معاني كتيرة، discipline معناها نظام دراسي، معناها مجال دراسي، مجال اكاديمي. فهنا ما اقول لي ان دور الابلايد لينجويستيك ك يعني مجال مصدري فور مصدر للانجويج تيتشنج is not one that is easy to define، يعني مش حاجه سهل ان احنا نحددها. يعني دور الابلايد لينجويستيك او اللغات التطبيقيه حسب ما بنترجمها في ان هي تكون مجال مصدري لتعليم اللغه، ده عمليه غير سهله التحديد، مش سهل ان احنا نحددها. طب ليه بقى يا عمي؟ this is in part بشكل جزئي due to the fact that، بيرجع لحقيقة مهمة جدا ان the term نفسه اللي هو applied linguistics has changed its meaning several times. يعني مهم الحتة دي، يعني الترم نفسه اللي هو applied linguistics تغير معناه كذا مرة، يعني خضع لعملية تنقيح وتعديل كذا مرة، والمعنى بتاعه اللي يشير اللي تغير كذا مرة. since it was first used، يعني منذ أن استخدم لأول مرة. إمتى بقى؟ عشان خلي بالنا عشان الأسئلة. in the 1940s، في الأربعينات. إحنا عارفين طبعا الفترة دي كانت فترة الحرب العالمية الثانية، وعارفين برضو المعسكر الروسي أو المعسكر اللي كان يسمى الاتحاد السوفيتي في مقابل المعسكر الغربي اللي هو أمريكا، والسباق نحو التسلح ونحو أن يملك الإنسان نصية العلم، وأن هو الحرب الباردة بقى اللي ظهرت بعديها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قبل ما ينحل سنة حاجة وتسعين، يعني 91 تقريبا أو كده، وتنقسم ينقسم إلى روسيا ودول أخرى. المسألة دي مسألة وجود حرب دايما بتفرض على علينا، بتأثر على حاجات كتيرة.
يعني الحرب مش بتأثر يا جماعة على الـ على الـ على على الصناعات بس، ولا على الـ البيوت والمصانع وتعمل تخريب للمنشآت والكلام ده، لا ده كمان بتأثر على الأفكار والعلم ومسار العلم نفسه. فهنا الحرب العالمية الثانية أثرت على الدراسة وعلى العلم فعلا تأثير كبير جدا، وعلى المجالات الأكاديمية، وبدأت تظهر نبرة سلوكية اللي هي بيهيفيرستيك سكول، وانت عارفينها طبعا، اللي هي نادت بأن الـ الكمبيوتر هو أهم حاجة، وأن المعالجة مش بنهتم بيها قد ما احنا بنهتم بالمدخلات والمخرجات. ده كلها من تأثير فترة الأربعينات والخمسينات اللي هي شهدت الحرب العالمية الثانية وما بعدها. فبيقول لك إن الترم ده لما ظهر جديد في الـ 1940s as an academically respectable way، كطريقة محترمة أكاديميًا، academically respectable way يعني طريقة محترمة أكاديميًا of talking about، نتكلم بيها عن إيه؟ عن الـ language teaching theory. يعني هو بيقول لك ظهر في البداية في الأربعينات كطريقة محترمة أكاديمية نتكلم بها عن what؟ عن language teaching theory، عن إيه؟ نظرية تعليم أو تدريس الإيه؟ اللغة. As a result of this، نتيجة لكده، the relationship between applied linguists، نخلي بالنا في فرق ما بين applied linguistics و applied linguist. linguists هنا اللي هم اللغويين التطبيقيين اللي هم مشتغلين بالمجال ده، لكن linguistics هي اللغات التطبيقية نفسها. فهنا بيقول الـ applied linguists اللي هم اللغويين التطبيقيين دول and language teachers relationship ما بينهم العلاقة has not been a stable one، يعني كان فيها شد وجذب، وكان فيها رخاء، وكان فيها انحدار، يعني ما كانتش العلاقة ماشية بوتيرة واحدة بين مين؟ بين teachers وبين الـ applied linguists، بين اللانجوج تيتشرز، مش اي تيتشر، لازم يكون لانجوج تيتشرز، لان احنا بنتكلم في الابلايد لينجوستس. فهنا اللي يهمني في التيتشرز اللانجوج تيتشرز اكتر من اي معلم اخر. العلاقه ما بينهم ما كانش ستيبل، وهاز اندرجون ميني تشينجز، يعني ايه؟ مرت بطفرات ومرت بتغيرات كثيره. هاز اندرجون يعني مرت بايه؟ ميني تشينجز. طب هو هنا في البدايه بيتكلم عن ذا ايمرجنس اوف ابلايد لينجوستكس، يا ترى ظهر امتى وظهر ليه؟ مهم جدا نعرف المعلومه او الحته دي. The emergence of applied linguistics، ظهور المجال ده اللي هو applied linguistics as a formal discipline، كمجال دراسي او مجال علمي formal، formal هنا يعني رسمي، لما ظهر كمجال رسمي كان largely be traced to، يعني يمكن أن يرجع إلى، كان بيترس تو هنا تريست، يعني نتبع الموضوع ونرجعه إلى the second world war، زي ما احنا قلنا الحرب العالمية الثانية وتأثيراتها على مش الاقتصادية بس والصناعية والأسلحة والتسلح والكلام ده، لا كمان كان لها تأثير على تعليم، على التعليم وعلى اللغات وتطورها. there was at the time، كان في الوقت ده، يعني يقصد وقت الأربعينات في وقت الحرب العالمية الثانية Second World War، كان في considerable interest، اهتمام واضح جدا، واهتمام يعني كبير in teaching languages، بتعليم اللغة. طب ليه؟ واضحة جدا، المعسكر الغربي عايز يفهم المعسكر الشرقي بيفكر ازاي، يعني بمعنى صح امريكا بتحاول تفهم اللغة الروسية عشان تعرف بيفكروا ازاي الروسين، واللغة الروسية صعبة جدا، عشان كده بقى اهتموا بموضوع تعليم اللغات، لان الدرس اللي طلعت بيه امريكا بالذات، امريكا بالذات من الحرب العالمية التانية او من الحروب عموما، ان هي محتاجة تدرس لغات الناس التانية، ما تكتفيش بلغتها بس، انما تدرس. لذلك لو درست في طرق التدريس الريدنج ميثود اللي هي طريقة القراءة، ظهرت لهذا الغرض، عشان يعمل military training، part of military training، يعني تدريب عسكري للمجندين، بحيث يتقنوا اللغة دي في وقت قياسي عشان هم محتاجينها في الحرب، ومش المجندين بس، لا الشعب عموما يبدأ يدرس ثقافة الايه، ثقافة العدو او ثقافة الاخر، عشان يفهم هو بيفكر ازاي. فهنا there was at the time considerable interest in teaching languages quickly، ازاي بقى يتعلمها quickly زي ما حصل في reading method، مش quickly وبس يعني بسرعة ومن غير اتقان، لا هنا 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 قال لك quickly and effectively، يعني بفعالية وإتقان، especially as part of military training، كجزء من التدريب الإيه؟ العسكري للجنود والطلبة إلى آخره. And many professional linguists، خلي بالك professional هنا يعني متخصص أو متمرس مهني،
many professional linguists, العديد من اللغويين المتمهنين الممتهنين أو اللي هم المتمرسين دول got involved in this work، يعني إيه؟ انخرطوا في هذا العمل. يقصد بthis work اللي هو إيه؟ اللي هو المذكور فوق ده، military training and effective language teaching during that war that period يعني. Both in the US and UK اللي هم أهم دولتين كان عليهم الكلام، أو عشان باعتبارهم أكتر هم الدولتين اللي بيتكلموا إيه اللي هم رقم واحد واثنين إن هم يتحدثوا اللغة الإنجليزية، وبالتالي تعليم اللغة الإنجليزية كان مهم جدا في الفترة دي. Since many of these people had been involved in the development of structural linguistics، ده نوع من linguistics اسمه structural linguistics يعني اللغويات الشكلية، in the 1930s يعني كان في ناس كتيرة، بما ان في ناس كتيرة انخرطت في هنا had been involved in يعني انخرطت في تطوير structural linguistics يعني غير functional linguistics اللي ظهرت بعدين، لان طبعا الموضوع ظهر بالتطور كده تاريخي، فstructural الجانب structural ظهر الاول يعني. فهنا كان في اهتمام بايه؟ بتطوير الجانب الشكلي او الجانب البنائي in 1930s في الثلاثينات من القرن الماضي. بما ان كان الاهتمام من ناس كتيره مهتمه بالتطوير اللغات الشكليه دي، it was natural كان من الطبيعي that they should attempt ان هم يحاولوا to use the insights، يستخدموا وجهات النظر، يستخدموا النواحي الاستبصاريه، يستخدموا الافكار that structural linguistics اللي هم اللغويين اللي في مجال اللغات الشكليه ده هي provided قدموها to inform عشان يشكلوا او يحاولوا ان هم يعني يدوني معلومات للاستفاده منها بيها في معرفه the way they thought الطريقه اللي بيفكروا بيها، او ان هي تكون مصدر لالهامهم بالطريقه اللي ممكن يفكروا بيها that language should be taught، يفكروا بيها من منطلق ايه او من منظور او في ناحية ايه، ناحية معينة اللي هو how languages should be taught، ازاي اللغة بيتم ايه او اللغات يتم تدريسها. ومن هنا ظهر طرق التدريس، بس احنا بنعتبر ان طرق التدريس جزء من applied linguistics مش العكس يعني. linguists اللغويين هنا trained in structuralistic techniques اللي هم تعلموا الطرق او الفنيات او الاساليب، هنا techniques يعني فنيات او اساليب structuralist يعني ايه شكلية، were able to produce good usable descriptions of these languages، كانوا قادرين ان هم يقدموا لي good and at the same time usable يعني ايه يمكن استخدامها او قابلة للاستخدام descriptions اوصاف يعني وصف قابل للوصف جيد وفي نفس الوقت قابل للاستخدام من اللغات اللي ايه من اللغات ده هي اللغات اللي target language، اي لغة عايز تدرسها اسمها target language، لو انا بدرس الانجليش كtarget language هنا بسميها target language بتاعتي، انما اللغة الام بنسميها native language او L1 زي ما انتوا عارفين ودرسين في طرق التدريس. And were able to use these descriptions وكانوا قادرين على وصف هذه أو على استخدام هذه الأوصاف to make contrastive analysis إن هم عشان يعملوا التحليلات المتباينة دي أو التحليلات اللي هي contrastive المقارنة of the target language. A target language اللي هي قلنا اللغة المستهدفة اللي هي زي English في حالتنا، والlearners L1 اللي هي first language اللي هي الإنجليش اللي هي العربي كنا. These linguistic descriptions الأوصاف اللغوية دي were soon linked together اندمجت مع بعضها أو ارتبط مع بعض with training methods مع طرق التدريب derived from behavioral psychology اللي هو كان سائد في الفترة دي اللي هو علم النفس السلوك، عايز يقول إني الأوصاف اللينجويستيك ده هي تقدمها اللغويين ارتبطت سرعان ما هي ارتبط بالtraining methods طرق التدريب اللي هي مشتقة من علم النفس السلوكي and teaching aids وسائل التعلم أو وسائل التعليم made possible by the rapid development اللي هي ظهرت كرد فعل أو ظهرت نتيجة لـ rapid اللي هو quick development التطور السريع للsound recording technology اللي هي تكنولوجيا تسجيل الايه الصوت اللي هي الراديو والتسجيلات الصوتية والكاسيت والحاجات القديمة دي. The combination اللي هي يقصد بيها التجميع ما بين الـ linguistic descriptions ده هي مع training methods مع الـ teaching aids الحاجات دي عملت ايه بقى؟
proved to be very effective أثبتت جدارتها وفعاليتها and underlies وضمت تحتها much of the audio lingual teaching الكثير من الايه الاوديو لينجوال تيتشنج نوع من انواع التدريس او طريقه التدريس اسمها الاوديو لينجوال ميثود اللي هي الطريقه الصوتيه السماعيه الصوتيه ميثودولوجي that emerged in the 1950s اللي هي ظهرت في الخمسينات اللي هي طريقه ايه الاوديو لينجوال تيتشنج ميثودولوجي. Of course the combination of الجمع ما بين ال good linguistic descriptions الاوصاف او الوصف اللغوي الجيد مع good teaching practice مع الممارسه التعليميه الجيده مع exploitation of technological developments اللي هو استغلال التطور التكنولوجي الحادث في العلم وفي التكنولوجيا حوالينا في الوقت ده was not a new one ما كانش جديد. The best language teachers إلا أن أفضل معلمين اللي هم الخيرة معلم اللغة الإنجليزية أو الكريمة بتاعتهم had been doing this كان بتعمل كده بالفعل يعني بتجمج ما بين الحاجات دي this long before the emergence of applied linguistics يعني قبل حتى ما يظهر مصطلح applied linguistics أي مدرس جيد للغة أي معلم لغة جيد كان بيدمج ما بين الإيه يعني يستغل اللي هو linguistic description مع good teaching practice مع teaching aids القوية اللي هو يقدر يوظفها كويس في العملية التعليمية. خلي بالنا عشان أسئلة الصح والغلط يعني نقولك مثلا teaching aids أو الحاجات دي استخدمت بس لما ظهرت applied linguistics هتبقى طبعا غلط لأن best language teachers had been doing this long before the emergence of what applied linguistics. A good example of this في مثال كويس على كده the work of Harold Palmer. Harold Palmer ده هو ما وصفش نفسه who never described himself as an applied linguist. لكن التاريخ وصف من خلال منشوراته من خلال أعماله من خلال كتاباته تم وصفه أو تم تصنيفه على أنه هو applied linguist اللي هو مين Palmer. لأن الورك بتاعه which would certainly be classified under that heading today لأن حاليا أعمال بالمر بنصنفها إن هي applied linguist على الرغم من إن إيه من إن هو نفسه ما كانش شايف نفسه كده لكن ده يعتبر من الناس اللي هي أسهمت في هذا المجال بالمر سنة 1922 لأنه كان قبل ظهور المصطلح حتى. بعد كده سريدهار 1993 ده حديثا بقى بيقول ايه بقى suggest that the growth of applied linguistics بيقترح او بيتصور ان نمو applied linguistics as a formal discipline كمجال رسمي هنا formal discipline يعني مجال دراسي رسمي owes much to يعني ايه يعني بيرجع في جزء كبير منه الى يعني او يدين بالفضل الى حاجة معينة تمام يعني نقول owes much to يعني يدين بالفضل لحاجة أو إن هو يعني الكلام ده يرجع بشكل كبير إلى the desire of language teachers رغبة الإيه المعلمين اللغة to upgrade هنا upgrade يحدث زي ما نعمل upgrade للويندوز upgrade للابليكيشنز معينة upgrade لحاجات معينة ده اسم في التكنولوجيا ده upgrade هنا their formal academic status يعني حدثوا من حالتهم الأكاديمية الفورمال الرسمية by associating their work بأن هم يعملوا ايه ربط ما بين أعمالهم with linguistics يعني عشان يحدثوا مكانتهم الأكاديمية ويرتقوا بيها كان دايما في الوقت ده المعلمين والأبلايد لينجويست كان بيحاولوا يتلزقوا بمعنى أصح بالمجال ده على قد ما يقدروا عشان قادر يبقى إيه يبقى شغالين تحت مظلة حاجة رسمية مجال رسمي معترف بيه which was considered at the time to be the most rigorous لأن في الفترة دي كان الأبلايد لينجويست أو اللينجويستكس عموما كمجال كان من أكتر المجالات اللي إيه الغنية والقوية and most successful وأقواها وأنجحها of the social sciences من العلوم اللي إيه الاجتماعية. نخلي بالنا بقى من حاجة أصلي ليه قال لك هنا social sciences لأن social sciences تندرج تحت الإيه humanistics اللي هي الدراسات الإنسانية او الهيومانيتيز. طيب السوشيال ساينسز تشمل ايه بقى تحتها حاجات كتيره جدا دراسه القانون لو تعتبر سوشيال ساينسز السوشيال سيرفيس تعتبر سوشيال ساينسز الادوكيشن بتاعنا سوشيال ساينس لانجويج ادوكيشن او لانجويج ستاديز او ليتريتشر يعتبر برضو ايه سوشيال ساينسز دراسات ايه دراسات اجتماعيه
يعني علوم اجتماعية، أسف، علوم الدراسات الاجتماعية حاجة تانية، علوم اجتماعية. Applied Linguistics in the United States، لأن احنا قلنا ان هم ظهروا في بلدين أساسيين بتكلم لغة إنجليزية، اللي هم الـ United States والـ United Kingdom اللي هي الـ UK والـ US. Applied Linguistics in the United States is particularly associated with Charles Ferguson. مهم الاسم ده، Charles Ferguson ده and the work of كان منضم للسنتر، كان السنتر ده اسمه ايه؟ Center for Applied Linguistics اللي هو CAL، اللي هو اختصاره CAL او CAL in Washington. في واشنطن كان في مركز اسمه مركز الايه؟ اللغويات التطبيقية، Center for Applied Linguistics. هنا فيرجسون ده كان لي كان عضو بارز في المركز ده، وكان لي اسهامات واضحة جدا سنة 1975. In the United Kingdom بقى، إنما في المملكة المتحدة أو في بريطانيا، the emerging discipline، المجال الظاهر أو هنا emerging يعني الناشئ أو الظاهر حديثا، crystallized around، تبلور حول a number of important figures، مع يعني تبلور حول العديد من الشخصيات المهمة اللي هي كانت إيه، كانت يعني واضحة في الساحة في الوقت ده، notably Pitt كوردر، زي مثلا بيت كوردر and بيتر ستريفنز. يبقى بيت كوردر and بيتر ستريفنز، اختصارا نقول عليهم كوردر and ستريفنز، who were influential، اللي هم كانوا مؤثرين جدا in setting up، في اعداد او في تجهيز الـ university departments اللي هي الاقسام الاكاديمية داخل الجامعات اللي هي that specialized in applied linguistics. يعني هم دخلوا بقى الـ applied linguistics كمجال في الدراسات الايه، الدراسات الجامعية، سواء دراسات في الأندر او الدراسات الـ postgraduate اللي هي الدراسات العليا. من ناحية التطبيقية او من ناحية ناحية الممارسة، these departments were mainly involved، الأقسام الأكاديمية دي كانت mainly involved in advanced training for English language teachers، كانت مهتمة جدا بتقديم advanced training يعني تدريب متقدم for English language teachers and in particular English language teachers working outside the UK، خاصة ال English language teachers اللي هم شغالين برا ال UK، لأن هم دول محتاجين المجال، محتاجين توجيه أكتر، لأن اللغة مش لغتهم يعني، أو ربما لأن هم بيدرسوا اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. المهم أن كوردرز فيوز، وجهات نظر كوردر ده on the relationship فيما يخص العلاقة ما بين الـ applied linguistics والـ linguistics والـ language teachers are explicitly بوضوح laid out، يعني مبينة بوضوح أو بارزة بوضوح in his book، في كتاب مشهور لي اسمه Introducing Applied Linguistics، يعني تقديم مجال الـ Applied Linguistics سنة 1973، which is probably يعتبر the classic text اللي هو النص الكلاسيكي of this school of thought، المدرسة دي اللي هي المدرسة قد يعني المدرسة البريطانية في التفكير في الـ Applied Linguistics. كوردر believed that، كان بيعتقد ان there was a clear hierarchy. hierarchy هنا يعني تنظيم هرمي او شكل هرمي او هرم كده ايه متدرج of responsibility، من المسؤولية between these three groups، بين الثلاث مجموعات دول. ايه هم الثلاث مجموعات دول اللي هم بينهم علاقة هرمية متدرجة وفي نفس الوقت مسؤولية؟ linguists produced descriptions of languages، اللينجويست اللي هم بيقدموا produce description، وصف للغة، ما هم وظيفتهم يقصد يعني theoretical linguist في الغالب. The immediate consumer of these descriptions، المستهلك المباشر للوصف اللغوي ده أو الأكاونتس الوصفية دي، was applied linguist، كان الايه اللغوي التطبيقي، تمام، whose job اللي كانت وظيفته was to mediate the work of the linguist، اللي هو التوسط أو إن هو يبقى وسيط في عمل اللينجوست، وسيط يعني بينقل المعرفة دي، by producing pedagogical grammars، بإن هو يقدم pedagogical grammars يعني grammar، بس إيه grammar pedagogical، عشان كده يعني دخل في الناحية applied، لأن هو يعني نحو تربوي أو قواعد نحوية تربوية مش قواعد نحوية عادية. these pedagogical grammars
القواعد النحوية التربوية دهيت were turned into textbooks. يعني ايه؟ اترجمت او تحولت الى textbooks. هنا textbooks معناها كتب مدرسية. يعني ما تلاقي كلمة textbook يعني زي hello، زي time for English، زي connect، كل الكلام ده textbooks، بس language textbook. بس هي تشير الى اي textbook. اي textbook يعني اي ايه؟ اي مقرر دراسي. and teaching materials واللي هي ايه؟ مواد التدريس. مواد التدريس يعني حولتها الى ايه؟ الى تكست بوكس وتيتشنج ماتيريالز، ادوات تدريس، يعني كتب للطالب وادوات تدريس. and eventually reached the teachers، وصلت الى التيتشرز whose job، اللي وظيفتهم كانت ايه؟ it was actually to teach the language to learners. معروف وظيفة المعلم مباشرة ان هو يعلم اللغة للمتعلمين. كوردرز موديل، النموذج اللي قدمه كوردر allowed for little if any. ما اقول لك little if any يعني ايه؟ يعني قليل جدا، يعني ان كان هناك اي شيء، يعني قليل بشكل كبير، يعني ايه؟ يعني قليل للغاية، يعني ما سمحتش ان يكون في فيدباك كبيرة from teachers to applied linguists. لان الapplied linguists المفروض ان هم حطوا مثلا ايه؟ تصورات معينة او قدموا اكاونتس معينة. طيب التيتشرز طبقوا الاكاونت دول على دهيت على ارض الواقع، مش المفروض يبقى فيه فيدباك، يعني في تغذية راجعة ترجع من التيتشرز دي للابلايد لينجوست تقول لهم ايه اللي حصل عشان يعدلوا من نظرياتهم او يعدلوا من تصوراتهم؟ طبعا كانت العلاقة هنا خطية، يعني علاقة من طرف واحد. and minimal interaction، ما كانش في تواصل كبير، يعني كان في تواصل للحد الادنى، minimal interaction between linguists، بين linguists اللي هم theoretical، يقصد بيه theoretical linguists and اللي هم بيعملوا النظريات، and applied linguists اللي هم بيستخدموا النظريات او بيوظفوا النظريات دي، ده بنسميه applied، عشان كده اسمه applied لانهم بيطبقوا النظريات بيوظفوها وبيستخدموها. The information flowed only in one direction. هنا المعلومات كانت من اتجاه واحد. اتجاه واحد ازاي؟ من اللينجوست للتيتشرز، مش العكس. يعني المعلومات تدفقت only in one direction. The applied linguist is a consumer. هنا الapplied linguist يعتبر consumer or user، او مستخدم، مستهلك او مستخدم. not a producer of theories، مش بيقدم الثيري، اللي بيقدم الثيري اللي هو theoretical linguists. in practice of course this hierarchy was not as rigid as it may have been in theory. يعني في الممارسة التطبيقية ما كانش العلاقة الهرمية دي، ما كانتش، او التدرج الهرمي ده ما كانش ريجيد، يعني جامد بالشكل اللي ايه اللي كان بيه من ناحية النظرية. many people worked both as linguists and applied linguists، لان ناس كتيرة اشتغلت الاثنين في theoretical linguists كtheoretical linguists وapplied linguists في نفس الوقت. يعني ما كانش النموذج ده جامد، لا، كان فيه مرونة. many teachers moved into applied linguists، كثير من المعلمين انتقلوا الى مجال applied linguistics. and many people who thought of themselves as applied linguists، وكتير من الناس اللي هم كانوا فاكرين نفسهم applied linguists او بصين على نفسهم ان هم applied linguists also taught languages، درسوا زيهم زي المدرسين، تمام. اذا فهنا في تفاعل مرن، مش النموذج جامد بتاع ايه، مش النموذج بتاع كوردر خطي بس، لا، في كمان نوع من المرونة. for many years، لسنوات عديدة، this relationship appears to have worked well. يبدو أنها العلاقة دي يبدو وكأنها إيه؟ كأنها اشتغلت كويس، يعني أو مشيت كويس. although there were inevitably tensions، على الرغم من وجود inevitably، يعني بشكل لا يمكن تجنبه، inevitably يعني شكل ما نقدرش نتجاهله، tensions يعني التوتر between linguists and applied linguists، ما بين linguists اللي هم theoretical linguists and applied linguists. Stevens refers to applied linguists being tolerated، أشار إلى applied linguists على أنها being tolerated، تحتمل، as long as it was narrowly interpreted، دول ما هي تم تفسيرها بشكل ضيق على أن هي linguistic theory applied، يعني نظرية لغوية مطبقة. In practice، في الممارسة الفعلية، this narrow definition was not closely followed، ما كانش متبع
بالملي يعني. And applied linguists at least taught in British universities. وكان الابلايد لينجويست بيدرسوا الابلايد لينجويستكس اسف كمجال اللي هي الدراسات او اللغات التطبيقيه كانت بتدرس على الاقل في البريتش يونيفرسيتيز. soon came to encompass اصبحت ما يعني ما فاتئه تتناول او تتضمن a lot more than only the application of linguistic theory. أصبحت تتضمن ما هو أكثر من مجرد تطبيق نظرية لغوية. A glance at the contents. لو احنا بصينا بنظرة سريعة كده at the contents في المحتوى بتاع الـ 4 volumes of Edinburgh course in applied linguists. الأربع مجلدات بتوع Edinburgh course in applied linguists. Allen and Corder و Allen and Davis 77. المهم reveals how wide the boundaries of the discipline would soon become. يعني قد إيه how wide قد ايه يعني كانت الباوندريز واسعة of the discipline would soon become. يعني اصبحت الباوندريز بتاعت الديسيبلين واسعة, الحدود واسعة بتشمل حاجات كثيرة, يعني اصبحت الحدود بتتسع. يعني by this time the scope of applied linguists, في الوقت ده السكوب اللي هو المجال اللي بيغطيه applied linguists had come to include course design, تصميم المقررات, وتاني practical phonetics اللي هي الفوناتكس التطبيقية, and phonology, pedagogic grammar اللي هو زي ما احنا قلنا النحو الوظيفي او التربوي, error analysis تحليل الاخطاء, contrastive analysis اللي هو انتوا عارفينه طبعا درستوه كمادة اللي هو تحليل التباين او التناقض او كده, language testing اللي هي اختبار اللغة, reading and writing قراءة والكتابة, stylistics علم الأسلوبيات, and experimental methods والطرق التجريبية, as well as broader applications, وتضمن أيضا broader applications يعني تطبيقات واسعة of educational technology من اللي هو تكنولوجيا التعليم in the form of language laboratories في صورة معامل لغوية, programmed learning techniques وأساليب تعلم مبرمجة, and the use of audio طبعا visual materials واستخدام الاوديو visual materials اللي هي ايه اللي هي الوسائل او المواد السمعية البصرية, audio visual material. يعني دي المجالات اللي اصبحت يعني كل مدى مجال applied linguistics بيتسع بيشمل حاجات ما كانش الناس تفكر ان هو يغطيها قبل كده, او ما كانش حد يعتقد ان هي تشملها, او ما كانش يتصور ان هي ممكن تشملها زي الكورس ديزاين واللانجويج تيستينج والحاجات والايرور اناليسز وهذا الكلام. طيب جات فترة بعد كده بيسموها a period of tension, فترة tension يعني توتر. نشوف بقى يعني ايه اللي حصل في الفترة دي. Relationships between theoretical linguistics and applied linguistics became increasingly strained in the 1970s. يعني ايه؟ يعني اصبحت كده شيء مرهق يعني strained. At this time, linguistic theory, particularly the theories associated with the work of Noam Chomsky, لأن تشومسكي ليه تأثير كبير جدا في التطور بتاع applied linguistics أو linguistic عموما, rapidly moved into a dominating position. تحولت إلى إيه؟ إلى وضع مهيمن, dominating position in academic linguistics في الإيه؟ النواحي الأكاديمية. At first, في الأول, these formal theories, النظريات الرسمية دهيت, seemed to strengthen the position of applied linguistics. كان واضح في البداية إن هي بتقوي من وضع الـ applied linguistics كمجال. They were not easy for lay readers. يعني ما كانش سهلة بالنسبة للاي readers اللي هو القراء العاديين to understand عشان يفهموها. ما كانش سهل ان هي تتفهم للقارئ العادي, and needed to be interpreted, وكانت محتاجة تترجم before they could be used for practical purposes. يعني ايه؟ عشان تستخدم في الاغراض العملية كان لازم الاول يتم تفسيرها وترجمتها, لان هي ما كانش كان بلغة اكاديمية صعبة عن الناس العادية. This seemed to reinforce Corder's idea
ده بيبدو وكأنه يدعم فكرة كوردر اللي بتقول إن الـ applied linguist as a mediator لازم يكون وسيط and a number of pedagogical grammars based والعديد من النحو التربوي based loosely on Chomskyan linguist appeared وظهر النحو اللغوي بشكل كبير وكان قائم على إيه؟ على اللغويات الشومسكية اللي هي بتاعت شومسكي. تشومسكي himself however لكن لو بصينا على تشومسكي نفسه قال بقى بشكل واضح made it clear يعني قال بوضوح that he did not think his theories كان بيعتقد ان نظرياته يعني ما كانش had anything to say about language teaching ما كانش يعني بتقول حاجة مباشرة عن تعليم اللغة بشكل مباشر يعني ما كانش حاجة هو عاملها مخصوص يعني لتعليم اللغة and that he was rather skeptical about the significance وكان يعني في وضع متشكك أو يعني دايما يعني نقول skeptical يعني شاكك في الحاجة دي was skeptical, rather skeptical about يعني شاكك في الحاجة دي the significance اللي هو المغزى for the teaching of languages of such insights and understanding as have been attained and linguistics and psychology يعني كان متشكك في المغزى الخاص بهذه الأفكار والنواحي الفهم اللي ترتبت عنها وتحصلها في اللغويات والسيكولوجي طيب this made it increasingly ده خلى في تزايد لإيه لصعوبة difficult for applied linguists لأن اللغويين التطبيقيين to argue that عشان يقولوا أو يتبنوا وجهة نظر إن they were applying linguistics إن هم كانوا بيطبقوا اللغويات كان صعب في الفترة دي أو أصبح صعب المهم عليهم إن هم يقولوا إن هم بيطبقوا اللغويات in an obvious way بطريقة واضحة gradually theoretical linguists اللي هم اللغويين النظريين ما احنا قلنا في فرق ما بين theoretical و applied theoretical اللي هي الناحية ايه قلنا الناحية النظرية اللي لها علاقة بالpure linguists اللي احنا بنقول عليها pure linguistics لكن الapplied هي المجالات التطبيقية اللي لها علاقة بالاستخدام والتعليم يبقى هنا gradually theoretical linguistics اللغات النظرية دي became increasingly more formal أصبحت يعني رسمية أكتر particularly after the development of government and binding theory خاصة بعد تطور بعض النظريات زي النظريات الحكومية minimalist theories of syntax ونظرية القواعد دي With these developments مع التطورات دي it became more difficult أصبح صعب بشكل أكبر من قبل يعني to argue this position with conviction إن هو يدافع عن وجهة النظر دي إن اللغويين التطبيقين بيعملوا إيه مجرد تطبيق للنواحي اللغوية paradoxically على النقيض the complexification of theoretical linguistics تعقيد الـ theoretical linguistics seem to have increased ساهم في زيادة الـ importance أهمية of applied linguistics يعني مع تعقد اللغات النظرية ده إدى بمساحة للـ applied linguistics إن هي تظهر أكتر as an academic discipline يعني على الرغم إن هي يعني عملت مشكلة للـ applied linguistics لكن هي ميزتها يعني قالت والله إحنا في حاجة اسمها theoretical linguistics دي بتتناول كذا بتتناول البيور لينجويستيك لكن احنا عندنا جوانب ايه جوانب تطبيقية بنسميها applied linguistics كأكاديميك ديسيبلين يعني كايه كمجال أكاديمي as linguistics became increasingly closely identified with abstract syntactic theory مع تزايد ارتباط اللغويين بالabstract syntactic theory اللي هي النظرية المجردة نظرية syntactic النظرية النحوية المجردة many researchers working in areas العديد من الباحثين هم بيشتغلوا في مجالات that lay outside this central field اللي هي بتقع خارج هذا المجال المركزي seem to have become disaffected يعني مش متأثرين and applied linguistics
واللغات التطبيقية seem to have provided a home for them. يعني الابلايد لينجوست بقت هي ملجأهم او هي البيت بتاعهم لانه ما لقيوش مكانهم في الثريتيكال لينجوستكس. Many people who identified themselves as linguists, والكثير من الناس اللي هم يعني عرفوا نفسهم او تصوروا ان هم linguists, were not primarily concerned with the formal tenets of linguistic descriptions, ما كانوش ايه مهتمين بالفورمال تيننتس المكونات الرسميه او المكونات الايه الشكليه لللينجويستيك ديسكريبشنز. ذيس بيبل شيرد ا كومون بيليف, كان عندهم اعتقاد شائع بينهم ما بينهم يعني اشتركوا في اعتقاده, اللانجويج بيليف ان لانجويج يعني ايمان ان اللغه عباره عن از كوميونيكيشن اند انتراكشن, يعني اعتقاد راسخ بدأ يظهر مشترك ما بينهم ان اللغة عبارة عن عملية اتصال وتفاعل. rather than language as a formal system, بدل ما هي عبارة عن نظام رسمي مجرد. يعني ما نقول نظام رسمي مجرد بنتكلم عن theoretical او pure linguistics, لكن لو بنتكلم عن التفاعل والتدريس والنواحي الاستخدام والتطبيق يبقى احنا بنتكلم عن applied. and for a short time, والوقت قصير, applied linguistics served as a sort of refugee, كنوع كده من الملجأ, discipline يعني مجال ملجئي, مجال يلجأ إليه, which provided a framework, قدمت إطار نظري for those people or for these people to work in, يشتغلوا فيه, and a set of shared assumptions, وقدمت لهم مجموعة من التصورات المشتركة أو الفروض المشتركة أو المسلمات المشتركة about the social function. نخلي بالنا من social دي, the social function اللي هو الوظيفة الاجتماعية of language, لأن هنا بقى theoretical مركزين أكتر على الوظيفة اللغوية, هنا بقى انتقلوا إلى أرض الواقع اللي هي الوظيفة الاجتماعية, ومن هنا بدأت تظهر حاجة اسمها functional linguistics إلى اللغات الوظيفية. Sridhar called this extended linguistics, بيسمي الحالة دي اللي ظهرت دي extended linguistics اللي هي اللغات الممتدة. يعني it was not uncommon at this time, يعني كان معتاد في الوقت ده to find meetings, إن إحنا نلاقي لقاءات of applied linguists للغويين التطبيقين discussing a much wider range of topics, بيناقشوا موضوعات مختلفة, موضوعات واسعة, that would have been common during the earlier period, اللي هي كانت ممكن تبقى منتشرة في الفترات السابقة. يعني بدأوا يناقشوا موضوعات جديدة. Sociolinguistics اللي هم اللغويين الاجتماعيين بقى, speech therapist اللي هم المعالجين, معالجين النطق والكلام, child language specialist متخصصين لغة الأطفال, translators المترجمين, discourse analysts محللين الحوار أو الكلام, lexographers اللي هم جماعة خاصين باللي هو العلاقة ما بين الصوت والكلمة أو ما بين الكلمة وشكلها أو ما بين المفردات وشكلها النصي, neurolinguistics اللي هي اللغات العصبية اللي هي العلاقة بالإيه بالجهاز النفسي العصبي للإنسان, as well as the traditional language teachers معلمين اللغة التقليديين, would all كلهم have been considered active applied linguists at that time. يعني at this time الناس دول كلهم sociolinguists و speech therapists و language specialists و translators و discourse analysts. خلي بالنا عشان الأسئلة, عشان لو قلت لك النوعية دي من الناس هل هي بتعتبر في فترة من فترات applied linguist أو لا, واللكسوغرافرز والنيرولينجوست as well as traditional language teachers كلهم انضموا تحت إيه, تحت زمرة applied linguist at that time أو at this time. when AILA اللي هي the International Association of Applied Linguistics, ده اختصار لـ International Association of Applied Linguistics, المهم decided to organize its work, قرروا ان هم نظموا الاعمال بتاعتهم through a series of scientific commissions, من خلال لجان علمية معينة او من خلال يعني مراكز علمية. all these
subject areas المجالات الدراسية أو المجالات دي were considered to be part of its formal remit. As a result of this broadening of boundaries, نتيجة لتوسع الحدود وإن الـ applied linguistics خدت مكانها الطبيعي, applied linguistics was no longer based on a narrow view of language. لم تعد الـ applied linguistics قائمة على نظرة ضيقة لللانجوج للغة that built on Chomsky's ideas about linguistic competence, اللي هي تقوم على أفكار تشومسكي عن linguistic competence اللي هو الكفاءة اللغوية. But on an increasingly broad view, ولكن زادت رقعة النظرة دهيت that focused on language as a text, اللغة كنص, and language as interaction, واللغة كتفاعل. لأن هنا نواحي تطبيقية, لما أقول اللغة كنص مقروء واللغة كتفاعل واللغة كإنتراكشن, لا, يبقى هنا التوسع المجال أكتر من مجرد بس إيه linguistic competence, لأن linguistic competence بيحبس اللغة في نطاق أضيق مش تطبيقي, نطاق نظر still يعني. لكن لما بتكلم عن language as text وinteraction, يبقى أنا بوسع النطاق بتاع اللغة هنا وباخدها من المجال النظري البحث إلى المجال إيه التطبيق. Or more generally on the complexity of language, اللي هو تعقد اللغة, language use, استخدام اللغة, language learning, هو المجال بتاعنا language learning and teaching. كل دي مجالات للـ applied linguistic أو وسعت من الـ applied linguistic بحيث يشمل المجالات ده هي. Recent developments اللي هي التطورات الحديثة بقى اللي هي من أول التسعينات وانت طالع. Since the 1990s, منذ التسعينات, applied linguistics has come to be used as an overarching. Overarching هنا يعني ايه؟ يعني حاجة زي ما تقول تتباين في ايه؟ او مثلا تقدر تقول ان هي بتشمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. فنقول ان هي اصبحت umbrella term, يعني مصطلح عام, مصطلح كبير يشمل جواه حاجات متخصصة صغيرة, يخترق الحدود ويشمل كذا حاجة كذا فئة. For a broad interdisciplinary field, يشمل أو يضم interdisciplinary field, ده ما نقول المجال ده interdisciplinary يعني متباين بين تخصصي, يعني إيه؟ يعني متباين التخصصات, يعني يدخل في أكتر من تخصص, يدخل في السيكولوجي, يدخل في learning, يدخل في language, يبقى ده اسمه interdisciplinary المجال ده. يبقى ظهر المجال ده أو أصبح broad interdisciplinary field, مجال متعدد التخصصات أو بين التخصصات, that has considerably shifted away, انتقل من إيه, from its origins, من أصوله, as linguistics applied, تطبيق linguistics, إلى إيه بقى, إلى مجال أرحب. General or theoretical linguistics, اللغات العامة أو يقولوا عليها pure linguistics, were no longer considered sufficient, لم تعد كافية to serve as core disciplines, كإيه؟ عشان تبقى مجالات جوهرية, whose insights, أفكارها والأفكار اللي فيها could simply be applied, تطبق بسهولة to real world language problems. يعني ما عادتش كده, يعني ما عادتش بتعتبر المجالات اللي احنا بناخد منها الافكار النظريه اللغويه عشان نطبقها على العالم الايه, مشكلات العالم الواقعي او مشكلات تعلم اللغه في العالم الطبيعي. In a multilingual world, يعني في العالم اللي هو متباين او متعدد اللغات, the problems applied linguistics face, المشكلات اللي بيواجهها الابلايد لينجويستكس او لينجويستس face are not merely linguistic in nature, مش بس لغويه, مش لغوية في طبيعتها, لا, but require consideration, لكنها تتضمن أيضا اعتبار لإيه, consideration of psychological, educational, sociological, political and cultural dimensions. يعني هي مش بس طبيعتها مقتصرة على إن هي لغوية, لا, في عوامل تانية بتدخل مع اللغة عشان توسع من نطاقها أو من نطاق استخدامها, زي العوامل النفسية psychological والتربوية والسوسيولوجيكال الاجتماعية والبوليتيكال السياسية والكالتشرال هي الثقافية. The global spread of the English language, الانتشار العالمي للغة الإنجليزية كلغة عالمية, for example, makes it paramount, خلى موضوع
ده paramount، مهم جدا for applied linguist، يعني أصبح مهم عن ذي قبل، to study English not only as a linguistic system، يعني دروس اللغة الإنجليزية مش بس كنظام لغوي that is used and taught، يستخدم ويدرس worldwide على مستوى العالم أو في نواحي عديدة من العالم، but also to focus on larger social, psychological and cultural dimensions، تركيز على النواحي الأوسع الأرحب سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، that enable applied linguists اللي هي بتمكن الـ applied linguists دول اللي هم اللغويين التطبيقيين to understand، من يفهموا and explore ويستكشفوا the politics اللي هي سياسات of English as international language، سياسات اللغة الإنجليزية كلغة كلغة دولية أو لغة عالمية، and its impact وتأثيرها on individual learners على المتعلمين كأفراد and discourse communities والمجتمعات التي تتحدث أو تتحاور باللغة الإنجليزية. In the 1990s the growing complexity، التعقد المتزايد of objects of study، من موضوعات الدراسة، and the relatively limited theoretical and methodological options، والخيارات النظرية والمنهجية المحدودة available in mainstream applied linguistics، المتاحة في ال mainstream applied linguistics، where the subject كانت موضوع of a series of debates، مناظرات ومناقشات on the nature and development of what applied linguistics is، عن طبيعة وتطور applied linguistics and should or should not be، وماهيتها يا ترى هي ايه وهي مش ايه. These self-reflexive debates، المناظرات اللي هي ايه اللي هي المنعكسة ذاتيا دهيت self-reflexive debates، not all indicated that applied linguistics had evolved into a mature academic discipline، مش بتوضح ان بس ان الapplied linguistics تطور الى مجال ناضج mature academic discipline، مجال اكاديمي ناضج that turned critically towards its own history and purposes، اللي هو ليه تاريخه وليه اغراضه، but the debates were also symptomatic of a semic shift، ان هو كان بيشكل عرض لانتقال towards نحو more interdisciplinarity. Interdisciplinarity يعني ايه؟ يعني التداخل في المجالات او بين المجالات، in a field that had long been dominated by structuralistic أو structuralist concepts، في مجال كان السيد فيه قبل كده اللي هو زي ما قلنا المفاهيم الشكلية للغة of language and psycholinguistic concepts، والمفاهيم اللغوية النفسية of second language acquisition اللي هو SLA. Instead of searching for one common research paradigm، بدل من البحث على common research paradigm، يعني مدخل بحثي واحد، and one overarching theoretical model، أو نموذج نظري متداخل يشمل ده كله، it was suggested that applied linguists، إن اللغوين التطبيقين بقى deploy a variety of perspective، بيطبقوا العديد من وجهات النظر المختلفة and research approaches، وطرق بحثية متبانية language في اللغة، in order to better understand its real world use، حتى يفهموا استخدامها في العالم الواقعي، and its teaching and learning، ويفهموا أيضا كيفية تعليمها وتعلمها. Similarly بالمثل، the psycholinguistic focus of second language acquisition، التركيز النفس اللغوي على عملية اكتساب اللغة كلغة تانية، was challenged on the basis، تم تحديه on the basis of its largely context-free view، من خلال النظرة الثابتة اللي هي of the learner اللي هي ملاش دعوة بالسياق، and the experimental research designs it employed، والتصميمات التجريبية اللي هي التي وظفتها to investigate learning، عشان تستكشف عملية التعلم وتبحثه. Instead of viewing the learner as a deficient communicator، بدل من النظر إلى المتعلم على إن هو deficient communicator، يعني متواصل قاصر، يعني عنده قصور معين، and focusing on language learning، والتركيز على تعلم اللغة as a phenomenon internal to the learner، كظاهرة داخلية توجد داخل المتعلم فقط، it was argued that
بدأ يقولوا إن understanding the complex process of language learning، إن فهم العملية المعقدة الخاصة بال language learning requires a view of the learner، تتطلب النظر إلى المتعلم على إن هو شخص person who communicates within socio-cultural context، يتواصل مش بمفرده، مش بمعزل عن العالم، ولكن باتصال مع العالم محيط اللي هو السوسيو كالتشرال، محيط الثقافي الاجتماعي. and who is constantly engaged، يعني ينخرط بشكل ثابت in meaning making activities، في أنشطة صياغة المعاني وتطوير المعاني أو فهم المعاني. as the result of these debates، يعني نتيجة هذه المناظرات والمناقشات، applied linguistics has seen a market shift، انتقلت toward socio-cultural perspectives، إلى المنظور الثقافي الاجتماعي. and what has been referred to as a social turn، وما تم الإشارة إليه على إن هو عبارة عن السوشيال تيرن في الفترة دي، اللي هي الانتقال الاجتماعي، يعني من المعرفي، من الناحية المعرفية إلى الناحية الاجتماعية في التعلم. This has led to the inclusion of further theoretical approaches، ده أدى إلى إدخال العديد من المداخل النظرية الأخرى and perspectives، زي مثلا feminist theory النظرية النسائية، critical theory النظرية النقدية، cultural studies اللي هي الدراسات الثقافية إلى آخره. With the advent of computer technology، كمان زود اللي هو الادفنت اللي هو ظهور الكمبيوتر تكنولوجي، applied linguistics ظهر لها أو so further changes، يعني ظهر تغيرات كتير حصلت فيها، both regarding linguistic analysis، سواء كان خلال التحليل اللغوي and its application in language learning، وتوظيفه في تعلم اللغة أو بيئات تعلم اللغة، language learning environments. Since language lies at the core of much of today's real world، بما أن اللغة تقع حاليا في قلب real world today، today's real world problems and virtual world problems، مشكلات العالم سواء كان العالم الواقعي أو العالم الافتراضي، the overarching discipline اللي هو النظام الأكاديمي المتداخل ده of applied linguistics للغات التطبيقية provides a home، بيقدم بيت for many new and timely perspectives، للعديد من وجهات النظر الجديدة والمؤقتة and methods of inquiry، ومجالات البحث. الconclusion، خاتمة الكلام ده، من الـ one of the most powerful indicators of the multifaceted nature of contemporary applied linguistics، أحد أقوى المؤشرات التي تدل على multifaceted nature اللي هي الطبيعة متعددة الأوجه، ملتي لأن هنا ملتي بتشمل التعدد، ملتي فيسيتد يعني إيه؟ يعني متعددة الأوجه of contemporary applied linguistics من اللغات التطبيقية الحالية، is the variety of contributions اللي هي وجود العديد من الإسهامات to the flagship journal of the British American and International Associations، لمجموعة من الروابط الأمريكية والبريطانية إلى آخره of applied linguistics شغالة في المجال ده. Special issues of applied linguistics since the year 2000 have been devoted، يعني حصلت أن بدأ تظهر special issues، يعني أعداد خاصة من الـ applied linguistics في journals أو في المجالات العلمية دهيت، have been devoted to micro and macro analysis للتحليل الإيه؟ التحليل النطاق الصغير وعلى النطاق الكبير of language، للغة، social interaction التفاعل الاجتماعي، and text in different societal domains، والtext اللي هو النص في العديد من السياقات الاجتماعية أو المجالات الاجتماعية المختلفة، classrooms الفصول، workplaces أماكن العمل، legal context اللي هي السياق القانوني أو البيئات القانونية، and other environments that foreground اللي هي بتبرز the role of language in social life، emergentism اللي هي النشوء أو الظهور المفاجئ، and complexity theory ونظرية النظرية التعقد، qualitative interviews المقابلات الشخصية الكيفية أو النوعية، and scholarly inquiry etc.
In light of the ever broadening fields of language related problems, في ضوء المجالات المتوسعة من المشكلات المرتبطة باللغة, the purpose and the scope of applied linguistics, بنجد ان الغرض والنطاق او المجال للapplied linguistics have been, يعني كان, and will likely continue to be, ويستمر, expanded, هيتوسع كل مدى. On the one hand, this has led to a less homogeneous disciplinary field. ده أدى إلى, من ناحية, إلى less homogeneous. Homogeneous هنا معناها إيه؟ التجانس. يما يقول لي less homogeneous disciplinary field, يعني مجال علمي مش متجانس بشكل كبير, يعني أقل تجانسا. ليه؟ لأن هو محتاج مجالات تانية زي علم النفس والنواحي الاجتماعية والحاجات دي. On the other, it is a vital sign, إن هي مؤشر حيوي ومهم جدا, أو علامة مهمة وحيوية, of the importance, من أهمية, as well as the potential, وأيضا إمكانية, of applied linguistics to, اللي الapplied linguistics إن هي contribute significantly to the exploration of the challenges, إن هي تساهم بشكل واضح وبشكل مؤثر جدا في استكشاف that challenges, اللي هي التغييرات posed by a multilingual world, اللي هي يعني طرحها, أو اللي هي طرأت على الساحة في العالم المعاصر, اللي هو multilingual world, اللي هو العالم المتعدد اللغات. ايه تاني؟ further understand, بتقدم فهم أكبر, and explore the languages, وتستكشف اللغات بشكل أكبر. investigate the social and cultural dimensions of language use, استكشاف الايه؟ الجوانب اللي هي الأبعاد social and cultural, الاجتماعية والثقافية, of language use, as well as its teaching and learning, جنبا إلى جنب مع التعليم والتعلم. and last but certainly not least, وأخيرا وليس آخرا, اللي هي mediate between individuals, التواصل ما بين الأفراد, and their symbolic words, اللي هي العالم الرمزي, يقصد به العالم الموجود فيه مجموعة من الرموز. اللغة بتعتبر رمز من أحد هذه أشكال الرموز يعني. as such, applied linguists continue, المجال ده continues to be a discipline that is of vital importance, له أهمية كبيرة, to language teaching and learning. وبكده خلصنا المحاضرة الأولى, واللي عايز طبعا يرجع للحاجات دي يرجع للمراجع الأساسية يرجع لها. Thank you very much and see you next time إن شاء الله.